ولا فقط كما قلت خاصة المشاريع الإنتاجية، خاصة المشاريع الإنتاجية ذات القدرة الهائلة لإحلال الواردات عن طريق الصادر عن طريق الصناعة المحلية، والموجهة كذلك لتغطية حاجيات السوق الوطنية، والموجهة كذلك لرفع الطاقات التصديرية للجزائر. هناك يعني بعض المشاريع وبعض يعني بعض الشعب الصناعية اللي لازم علينا ندعمها، لازم علينا ندعمها وإعطاء الأولوية في دراسة ملفة البورد حسب الإمكانيات المالية وحسب السيولة المالية الموجودة على مستوى البنوك. يعني أنا شخصيا لاحظت بأن هناك تطور كبير على مستوى بعض البنوك، هناك يعني فترة شهر فقط لدراسة الملفات الكبرى.